يرخصوا المازوت. ده عايش هالولاد المازوت اليوم ب 33,000. نحن ما عاد فينا يا بدنا نرفع اجره الراكب يا اما بدنا ينزلونا المازوت لحتى نضلنا مثل ما نحن. والشعب ما عادش يتحمل نغلي عليه اكثر من 1000 ليره. المشكله مع وزير الداخليه انه نزل المازوت جاي يوحد التسعيره. هلا في مشاكل بليبيا ومشاكل بالسعوديه ومشاكل بسوريا بده يغلي المازوت. نحن شو ذنبنا؟ شو ذنبه هالشعب اللي بيطلع معنا ب 1000 ليره؟ ما انا مستعد يدفع 1500 ليره الشعب. اليوم نازلين هلا عند وزاره الداخليه وبدنا نصعد كمان على وزاره النفط نشوف شو مطالبنا. انه معقوله تنكة المازوت كان حقها 20,000؟ نتحمل كان حقها 20,000 صار حقها 33,000. شو بده يشحدونا الملح؟ ما بقى فينا نتحمل يعني هلا هالشيء اللي عم يصير هيدا. الدول الخارج لبنان اللي بياخذ بضاعه نحن بنحملها من هون على الدول المجاوره بيحطوا رسم علينا 250 دولار 350 دولار كل نقله. ليش ما نحن بنحط رسم عليهم وبتربح الدوله؟ ليه ما بيحطوا الرسم مثل ما اني حاطين رسم علينا؟ حطوا رسم عليهم وبعدين يتركونا نشتغل مثلنا مثلهم، يا انه يعملونا بالمثل وشيلوا الرسم اللي نحن اللي هن حاطينه علينا. في امور كثيره الدوله هملتنا مش عم تلبي لنا اياها. تعمل يعملوا معروف يجتمعوا معنا وخلونا نتفاهم نحن وياهم ويلبوا هالطلبات. بس بدي احكي ثلاث كلمات. هيدي ما الا رساله عم نوجهها. هن مفتكرين انه نحن ما بننزل على الشارع، بس نحن حاسين بوضع البلد شو هو، وضع البلد مكهرب. هيدي هي رساله. إذا ما رح يتنفذ المطالب تبعنا الموعد ب 19 الشهر. هودي ثلاث كلمات بدي لك اياهم. الموعد ب 19 الشهر هيدي رسالة وحنفرجيهم أكثر، حنقطع الطرقان وحنسكر. نحن كثير ديمقراطية وكثير برواق عم نشتغل، بس ولكن إذا العملية حتستمر معنا هيك ما بصير. 36 البنزين و36 المازوت لقيمتين والنهاية، وبعدين وعود وعود 5,000 هوب طيرونا اياها. السياسيين كلهم، نحن منا مع حدا، السياسيين كلهم سوا.